اهلا بيكم في البترا. المكان اللي ورانا ده اسمه الخزنه، ومش هو ده البترا. البترا هي مدينه كبيره جدا وليها تاريخ طويل جدا، فخلونا ناخد جوله في البترا ونشوف اهلها اللي لسه عايشين فيها لغايه دلوقتي. اهلا بيكم بالبترا. البتراء مش مجرد معلم سياحي، هي مدينه عاش فيها العرب النبطيين من الاف السنين. المكان هنا من 200 سنة قبل الميلاد بدأت الحضارة دي، وكانت عاصمة لحضارتهم اللي توسعت من صحراء الأردن لغاية شبه جزيرة سيناء، وده كان موقع استراتيجي جدا لأن كل قوافل التجارة بتعدي من المنطقة دي. واللي بالرغم من أن أهلها كانوا بيسكنوا في الكهوف والمغارات، إلا أنهم كانوا متطورين جدا في العلم والبناء. أنا هتلاقي الجبل كله محفور أو منحوت، في زي غرف جوه وفي عمدان، يعني في شكل عمدان كده مرسوم. الناس كانت بتسكن هنا زمان جوه الجبل، وكانوا بيحفروا في الجبل او ينحتوا في الجبل، وده اللي خلاها واحده من عجائب الدنيا السبع. السكان الحاليين للبتراء هم البدو العرب، واغلبهم بيشتغلوا في السياحه. احنا كنا ساكنين هون يعني في المغر، رحلنا من المغر قبل 35 سنه يعني، بس في لحد الان يعني ناس ساكنين في المغر. الاصل بدو من الحويطات يعني. والعجيب ان زي ما عايش اجدادهم في الكهوف والمغارات، لسه لحد دلوقتي كتير منهم عايشين في نفس المكان. انا مصريه وعايشه في المغاره. وانا بقى استغربت ان انت مصريه وعايشه هنا. في المغاره اللي ورانا دي عند المحكمه، اللي هو مكان مشهور جدا هنا في البتراء، في ست اسمها عايده عايشه هنا. هي مصريه ولكن جت هنا من 45 سنه وعايشه هنا هي واولادها كلهم وحياتهم جوه البتراء. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتكملوا الفيديو لاخره، علشان في هديه قويه للمشتركين. ده كده المدخل بتاع البتراء، ساحة فيها أماكن بيبيعوا سوفينيرز وحاجات تذكارات وكده، وبعد كده تلاقي هنا الخريطة اللي بتعرفك هتشوف ايه جوه، وبعدين تشتري تذكرة. التذكرة للعرب بعشرة دينار. أول ما تخش بيشوفوا الباسبور بتاعك، والتذكرة بيكون مكتوب عليها اسمك. طول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي الجبال كلها محفورة، في زي كهوف صغيرة كده محفورة جوه الجبل. خش نشوف الفتحة دي مثلا، الجبل محفور، تحس كان هي أوضة حد كان عايش فيها، أو حتى مكان بيتباع فيه حاجة. مجرد ان احنا دخلنا هنا الهواء وقف على طول ثانية. بعد 5 دقايق مشي توصل عند اليافطة دي المكتوب عليها السيق، وهو الطريق اللي هناك ده، طريق كده بين جبلين تفضل ماشي فيه لغاية ما توصل عند اشهر نقطة في البتراء وهي الخزنة. في حاجات كتير منحوتة جوه الجبل، تحس ان هو مدخل بيت مثلا او حاجة، فاهم؟ فانت داخل على البيت وعامل ايه زي ديكور حواليك في كل مكان، وحتى الرسومات بتاعتها شبه الفن الإسلامي، بس طبعا ده كان فن يعني قبل الإسلام وقت العرب زمان. المكان اللي جنبينا ده مجرى مية، دي طريقة علشان يحافظوا على المية ويستخدموها لفترة طويلة ويوصلوها من مكان لمكان. لبس النبطي على الأنباط. السلام عليكم. دايما لما بمشي في الأماكن القديمة دي بحاول أتخيل زمان كان فيه إيه. فالمكان اللي احنا فيه ده هتلاقي كان فيه زمان قوافل بتعدي من هنا رايحة جاية، نقش في الحيطة، في صمت رهيب في المكان. أيوة، في زادة صوت كمان. لايك، اشترك، وفعل جرس التنبيهات. الأرض معمولة من البلاط كده حجري، يعني زي حجر ومعملين مشكلين بلاط. ده طبعا جديد، أسفلت كده بسيط. أول ما الهواء بدأ يجي كده تعرف إن أنت خلاص في آخر السيق الوادي، وتلاقي في وشك على طول الخزنة. فالخزنة ارتفاعها كبير جدا ومنحوتة جوه الجبل. خزنة ورانا هنا. معانا علي. علي هو من البدو الموجودين هنا وساكنين في البتراء، فهيلف معانا يلففنا ونتعرف على البدو الموجودين هنا ونتعرف على الأماكن المشهورة في البتراء. رايحين ننزل من هون لتحت على البدو، في المدرج الروماني، وفي المحكمة، قصر البنت، الشارع الروماني، من الدير، هذا فيه كله تاريخ نبطي وروماني. اللي زي هيك هو هذا مقابر كانوا يعني يقبروا الناس فيهن، لأنه مبين في المقابر لما تخش على المغارة من جوا مبينات المقابر يعني. هذا يعني كان الناس يسكنوا فيهن زمان يعني. المغارات اللي وراك دي. اللي وراي هذا. هي تحسها شبه الأوض، الغرف. بالضبط، زي الغرف بيجن. هنا طبعاً في سلالم قديمة محفورة في الحجر، في سلالم جديدة اللي معمولة دي سلالم طوب عادي. طول ما احنا طالعين هتشوف الحفر اللي موجودة في الجبل، وسلالم محفورة في الجبل برضو في الصخر،
لغايه ما توصل فوق عند حاجه اسمها المحكمه. 65% من البتراء من تحت الارض يعني. والله والله 35% اللي يعني بيشوفوه هيك يعني. هاي في قصر البنت تحت الشارع الروماني. هي البتراء يعني مدينه. مدينه هي مدينه كامله فيها المغر اللي هي الكهوف البيوت الناس كانت عايشه فيها. بالضبط فيها محكمه فيها كل شيء يعني. الحين بدنا نشوف من الناس اللي ساكنين هون نشوفهم نحكي معهم ونشوف يعني كيف المعيشه يعني معهم، لانه في شيء انه خلاهم يضلوا في المغر يعني. ولكن في يعني 25 عائله لسه من ورا الجبل هذاك. هذا اللي يعني اللي في المغرب هنا. كيفك شلونك؟ هذه يعني واحده من الناس اللي بيضل في المغرب هون يعني في المغاره. ده بيتها يعني. يعني بتضل هون وهي محلها يعني. هذه هي المحكمه اللي غاد بيتها جوا المحكمه. بالضبط هي عند البلستوم. يعني هذه شبيهه للخزنه. بس هذه يعني لانه طاح منها اجزاء مع الارتكويك. السلام. شلونك؟ عساك طيبه. جايبك من مصر الخضراء عشان اشوفكم. الله يشوفك العافيه. تعالي ما في مشكله. احنا دلوقتي طلعنا فوق في المغاره عند ست عايده، هي ساكنه هنا وعندها شغل بره هنا بتاع التذكارات والحاجات السياحيه يبقى للسياح. واخده اكتر موقع الملكية. موقع استراتيجي. في الملكيه. انا عايشه في القبر الملكي. ايوه هذا الكرسي تبع الملك، الثاني هذاك تبع الملكه، وهضل الحرس كانوا بيقعدوا هون، وحرس هناك وحرس فوق على الثلاث شبابيك هذول، وفي هون حرس على الملك والملكه. منين؟ من مصر. انا الحمد لله تمام. تمام. كل انا حته من مصر. انا مش شرقيه. احسن ناس بلد العزم والقطره هم دول. هم دول احسن ناس. خوالي الشرقوي. الشرقيه معروفه بالكرم طبعا، اهل الكرم. ما حضرتك منين؟ من مصر. انا من الجيزه. من الجيزه. في جيزه هنا في الاردن برضو. عند المطار. اسمي زي جيزه مصر. لا طبعا. أنا جيت الأردن وأنا عمري 14 سنة وثمان شهور. يعني لو أول طفل لي أنجبته ولد كان ما عشت في الأردن. كنت ناوية بقول الولد بيعيش وبيعرف لا أم ويروح لي، بس للأسف الشديد جتني بنت. بنت ما ترعاها وتربيها صح غير أمها. أنت بتعرف الأصول صح وشرفك وكرامتك. الراح منك شرفك وبيضل لك كرامة؟ والله طبعا لا. هذا اللي خلاك تكملي هنا يعني؟ هذا اللي خلاني أكمل هنا. أول ما جيت على البتراء في جال فرس غاد. بس ساعتها ما كانتش زي دلوقتي خالص. لا 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 كانت الناس طيبة كويسة، بيحبوا البعض، بيودوا بعض، يحترموا بعض. قبل لو بتغيب 10 دقائق عن جارك بيرجع عليك بياخدك بالحضن ويبوسك من كل جهة ويسلم عليك سلام بالحضن. اليوم ما في شيء الكلام هذا، لو غبت سنة ما بيسلم عليك سلام سلام من بعيد لبعيد. بس العيشة هنا طبعا نظامها بقى يعني صعبة أكيد. العيشة هنيانة كويسة مع الشتاء يعني، قصدي في المغارة يعني. بنولع نار هون نتدفى عليه. الحياة كويسة بس اللي يفهم اللي بيرضى بيعيش. حياتنا قبل في البطرة، أنا يوم جابني جوزي الله يرحمه توفى له 17 سنة. كنت جاهلة جاهلة بس العقل كبير. يعني درك الامور صح. الجيل هذا اليوم ما بيدرك الامور اللي احنا كنا بندركها اول. الجيل هذا بده خبز مخبوز وميه فلكوز، ان كلمته ما سمع وان اطعمته ما شبع. ما بيفهم عليك زي جيلنا احنا اول اللي عمرها 14 سنه، ان وحده عمرها 90 سنه دلوقتي من الجيل هذا. الحياه صعبه في البتراء بس الحياه كويسه في البتراء. احنا صح عشنا في البتراء. تعرف وش اللي كان يعني بنستصعبه؟ ان ما في ضوء، ما في كهرباء، ما في زي دلوقتي شاشات وتلفزيونات ويتفرجوا العالم. كمان الميه كنا نجيبها حمير مش حنفيات. انا الحين بتجيني الميه من مصيحون في سياره ومن بيطلعوا حمير لما يوصلوها لي. يعني اسهل من اول. هي صعبه طبعا يعني بس هي اسهل. هي صعبه، هي الحياه صعبه في البتراء.
صعبة يعني، وين وحدة بتقدر تعيش العيشة هذه؟ ما فيش حد. مين اللي بتقدر تطبخ لك على النار دلوقت؟ ولا واحد. مين اللي بتقدر تخبز على النار دلوقت؟ ولا واحد. هاتي نقلي من حطب العرعر يا بنت، خلنا علق النار، خلني يخبز له، تاكل خبز شراك ساخن قمح بلدي. هذا ابني ما شاء الله. السلام عليكم. بس ما رحتيش مصر من زمان طبعا؟ لا، قبل كورونا كنت في مصر. ده عيش اسمه ايه العيش ده؟ شراك. شراك شراك. اه شراك ده اللي زي اللي بتحط على فوق المنسف صح؟ ايوه ايوه. يلا دوق الخبز. اوبا على طول كده من النار على الطنجره للحنجره. بالطنجره للحنجره على طول. هذا الخبز اللي انت بتحكي عنه شبه اللي كان موجود فوق المنسف طبعا، بس ده تحسه مخدوم اكتر يعني، اتخن كده وطلع من على طول سخن. يا حاج علي هتاكل انت ومرتاح؟ نمشي ولا ايه؟ بالظبط. خليكم قاعدين اتعشوا معانا الليل. الله يخليك. ان شاء الله لو جينا تاني لازم اعدي عليك. بس اعمل حسابك بقى تتغدى عندي ولا تتعشى؟ ان شاء الله. ها مش تقول لي انا مستعجل. طب في حد تحت عايزين نشتري حاجه من الحاجات اللي عندكم دي؟ اتفضل. حلوه دي. بيقول لك الست خذ اللي بدك اياه. لا انا لازم اشتري. مو عايز اي شيء، ودي ادفع. خدنا لفه مع علي كده في البترا علشان نفهم عنها اكتر. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات، واكتبوا لنا تحت في التعليقات تحبوا تشوفوا ايه في الفيديوهات اللي جايه. اهلا فيكم بالبترا مع بعض. اهلا بكم مع بعض. هو صدق. يلا اهلا اهلا فيكم مع بعض. اهلا فيكم مع بعض. انت ساكن فين بقى؟ بالبترا. هان مبسوط في البترا؟ مبسوط، احلى عيشه. يعني مش عايز تمشي من البترا تروح مكان تاني او كده؟ لا لا، لان البترا هي اللي خلتنا نعيش فيها. انا البترا هذه انا ما الناس غيرنا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اسام. اسام. اه خد يا اسام. لا شكرا. امسك. لا على السواح بشتغل بفلوس عاد. مت جاي معك على قصة مصاري؟ لا انا عارف، بس انا قلت اظبطك برضه. ما بشتغلش. طب وبتدرس ولا لا؟ بدرس. هذه عطلة. عطلة؟ اه. واحنا بندام في البتر هون. البتر هنا فيها مدرسة يعني؟ يعني اه. وبندام تحت في المدرسة.